فيديو اليوم هو من ضمن سلسلة تجربة شعب، وهو عن قصة نجاح أمه، واللي تعتبر من أكثر قصص النجاح إلهاما في التاريخ الحديث. والدولة اللي راح نحكي عليها هي تعتبر من الدول العظمى اليوم. تريد تعرف أكثر عن قصة هذا الشعب؟ تابع الفيديو ويلا بينا. بعد الحرب العالمية الثانية استسلمت ألمانيا للحلفاء اللي كانت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945، وكانت عبارة عن حطام دولة، والشعب بحالة إحباط وانهيار تام. منازل بل مدن كاملة سويت بالأرض بما فيها المدارس والمكتبات والمستشفيات. قوات الحلفاء نهبوا المصانع والآلات ودمروا الذي تبقى من البنية التحتية بشكل كامل، وكان الشعب الألماني عبارة عن نساء وأطفال وشيوخ فقط. كل هاي الضغوطات أدت إلى انتشار فكرة الانتحار بشكل كبير بين الشعب. الكل توقع نهاية ألمانيا والشعب الألماني، لكن بعد هذه الانتكاسة ظهرت فكرة النهوض من الصفر وبقيادة النساء وبغياب تام للحكومة. بدأت النساء والشيوخ بهذه الظروف بجمع الأنقاض لإعادة بناء البيوت وجمع الكتب والأوراق من تحت الأنقاض لفتح المدارس. كتبوا على بقايا الجدران المحطمة شعارات تبث الأمل وتحث على العمل، منها: لا تنتظر حقك، افعل ما تستطيع، ازرع الأمل قبل القمح. كانت الفترة بين عامي 1945 إلى عام 1955 مرحلة إعادة الإعمار، وبالأمل والإيمان يصنع النجاح. ألغيت العطل الرسمية وأضيفت ساعات عمل إضافية سميت ساعة من أجل ألمانيا. في عام 1954 فازت ألمانيا بكأس العالم، وكانت أصابع أقدام اللاعبين تخرج من أحذيتهم المهترية. الفترة من عام 1955 إلى عام 1965 كانت مرحلة بناء المصانع. تم استخدام عمال أتراك لإعادة الإعمار، وكتبوا شعارا للعمل: جدية زائد أمل. أما الفترة من عام 1965 إلى عام 1975 ظهرت رؤوس الأموال ورجال الأعمال. تكفل كل رجل أعمال بخمسين شابا وشابة يعلمهم ويدربهم على بناء الوطن والنهوض به. كانت مهمة الجميع هي بث الأمل والإصرار على التطور والتقدم والحضور بين الأمم المتقدمة. وبهذا التكاتف قدروا يثبتون للعالم أن هم شعب عظيم، حيث أعادوا ألمانيا من الدمار التام لتكون من ضمن الدول العظمى. شاركونا آراءكم وانتظرونا بقصة جديدة من سلسلة تجربة شعب. أخوكم علي الجوده.